مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، الله يسعدكم يا جماعه. طبعا انا جيت على اوتيل لاول مره، بنصدم من الشيء اللي شفته جوا. انا شفته من برا مو حلو نهائيا، قسم بالله. نقلت هي قصر الساحره ايزابيل، بس لا والله انصدمت لما دخلت لجوا، لهيك حبيت اصور لكم فيديو. رجوا طبعا هاي باب الدخول. طبعا الاوتيل بكابادوكيا، اوتيل بمنطقة كابادوكيا. نبلش من هون. بسم الله ما شاء الله، هاي قاعدة الاستقبال. هون بتكون هيك قاعدة الاستقبال، هاي البلكون. واو، بلكون الاستقبال طبعا، اطلالة بتجنن، اطلالة واو. انا شفته من برا، انا قسم بالله العظيم ما توقعت ابدا يكون هالجمال الداخلي اللي فيه. بسم الله، تعال فرجيكم هون. هاي غرفة اللي بحب الطبيعة، تمام، بلكون مغلق لجميع انواع النباتات، لجميع انواع النباتات. شيء مهبل، تفرجوا لسه هذا مو شيء. الله فرجيكم اصدمكم. طبعا في هون الشبانيات والشغلات هاي اللي ما احنا ما بنستخدمها. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. هاي الغرفة كمان، هون مطبخ لعدة ترتيب لالون للاوتيل. تعالوا فرجيكم غرفة النوم اولكم، تعالوا فرجيكم تحت اول، بعدين بنطلع اخر شيء لغرفة النوم. في هون عدة موسيقى، هون هيك في عدة موسيقى للناس الموهوبة اللي عندها مثلا اطلاع لأي عدة موجودة هون، من المزمار للجيتار للما بعرف شو، للدربكة، لكل شيء، عرفتوا، للرقص. المهم هون المطعم، مطعم الأوتيل. هون هاي لقرائين الكتب، اسوي لكم اياها هيك مشان تبين، هون اللي بحبوا يقراوا كتب، تمام. انا لسه بصراحه لهون ما فتت، بس ما بعرف، انا ما دخلت لهون. الظاهر هون مغلق، ما في شيء هون، لا ما اظن في شيء هون، مستودع. المهم تعال فرجيكم هون. واو، لاعبين الشطرنج، لاعبين الشطرنج، واو. هاي جيفارا ومسيف، لحظة تصوير، لحظة تصوير، مو لحظة، وقت تصوير هو. تعال نشوف الصورة اللي لقطها لمسيف، فرجينا فرجينا، بصور فيديو، فرجينا هاي الصورة. واو، ما هذا ما هذا ما هذا. ليه الشباب قاعدين ليه مسيف على راسي يا خيو؟ هاي قاعدة عربية للناس اللي ما بدهم يقعدوا على الطاولات، قاعدة عربية. بسم الله ما شاء الله. تعالوا فرجيكم غرف النوم. طبعا رقم الغرفة 201. بسم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. ميتين واحد وميتين وخمسة هوني. بسم الله، هوني على ما أظن 201. هاي مفتوحة. بسم الله، هاي الغرفة اللي أخذناها، هاي الغرفة اللي ولا جيفارا. في ضيوف كمان منيح. هاي الغرفة اللي أخذناها. هلو فربيري، يعني شي رواق
حبيت انا بصراحه، حبيت. الشيء الحلو انه فيها هيك شغلات قديمه. تفرجوا تفرجوا، واو، ما هذا يا تازا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا يا سادة؟ ها؟ مو يا تازا. واو دعلي. اوف 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 اوف، دايو دايو دايو، سعد الله. يو الكعبة شغال؟ العمى والله شغال. تعالوا سمعكم. شلون هذا كان؟ هون بلش. ايوه فعلوا هيك وتدقوا الارقام. حلو، هي قاعدة عربية، قاعدة عربية. لازم يكون في ضوء هون على ما اعتقد. ما في دقيقة شوي نطلع لكم هون في بيبي. ما في، واو. هون بتقعد الاميرة، الاميرة ايزابيل. تمام، كانت تقعد هون الأميرة إيزابيل، مدري الساحرة إيزابيل، ما بعرف. وبتتغنج للإمبراطور محمد، زوجة يعني الإمبراطور تبعها. وهي والناس، يسعد دين الله والناسات. هاي بالليل أنا وجيفارا هون يا جماعة. لحد يفهمنا صح، لحد يفهمنا غلط أبدا. شوفوا 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 شوفوا. واو واو واو، خلوا افرجيكم غرفة ام سيف. جبت لكم غرفة 202، غرفة ام سيف. تعال افرجيكم غرفة ام سيف. كنا ناخذها نحن بس النين اخذوها مع الاسف بالصدر. كانت كثير والله حبيتها. هو لازم نفتح، مفتوح مفتوحة. في حدا؟ صحيح ما في حدا من تحت. تفرجوا تفرجوا بيربكم، تفرجوا انه واو واو واو. هون لازم يكون في ضوء. يلا شلون هون؟ هون هون تفرجوا هون. واو شي الف. هاي غرفة اكتر شي حبيتها انا، اكتر غرفة حبيتها من ناحية الاطلالة، من ناحية كل شي. ما بعرفش لاني عامل انا زوم كبير مع الاسف. هلا انتبهت، ما بتصفى يا ما بتصفى. مدري الإدارة غلط. صفيتها، دايقه صفيتها. ايها هي هي. شوف الاطلاله. فكرني فيهم شيء. بلكون حلو. هاي بلكون بس لازم يكون في له ضوء دايما. كهني هذا بالضوء، ضوء للبلكون. شوف الاطلالة، اطلالة بتشنن بتشنن بتشنن. انه واو. افرجيكم مين في هنيك. هنايا كاني هذاك مطعم شي الف. والله حبيت 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 ما شاء الله. انا بصراحه من عشاق هيك اماكن، قسما بالله انا اول مره بجي هيك اماكن، بس من عشاق هيك اماكن. بنزل لتحت وبحكي معكم. الشيء الحلو بتحسوا في شيء اسمه التراث، بتحسوا فيه انه بتحسوا انه في شيء قديم. يعني شو بدي اقول لكم، ترجعوا للقرن العشرين، اين عشرين؟ القرن 19 والله 19 لعشرين. المهم ترجعوا لزمان، زمان اجدادنا. شوفوا كل شيء، كل ما في حضاره، حضاره ما في ابدا. هذا شيء حلو بالله عليكم. خذوا نظره هيك. وين قلبي هيك. واو
طبعا يا جماعة هذا الأوتيل بكابادوكيا، تمام؟ اللي بحب يزوره راح تكون الموقع بصندوق الوصف، طبعا ما هو إعلان أبدا، بس أنا لأني حبيته حبيت إنه أنتوا كمان تجوا عليه وتسووا سياحة، خصوصي المتزوجين. يعني بنصح أنا أي إنسان متزوج يجي يقضي شهر عسل، مو شهر يعني أسبوع، يعني يومين، عرفت علي؟ يوم واحد كافي لأني غالي شوي. تحياتي لكم، شفناكم بخير. واخوي رامي مو معي، اخوي رامي باسطنبول، انا مع جيفارا العلي ونانو ام سيف على عيني وراسي. وتحياتي لكم، السلام عليكم.